بسم الله الرحمن الرحيم. البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، عبارة بتبقى مكتوبة في بعض محلات البيع والشراء، داخل تشتري هدوم، داخل تشتري أجهزة، داخل تشتري تليفونات، داخل تشتري أكل وشرب، فبيكتبوا البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. البضاعة دي إيه ميزانها في الشريعة؟ لما نحطها على ميزان الشريعة كده، هل تجوز هذه العبارة أم أنها لا تجوز؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم تفهم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لك حقوقك كمستهلك وبين لك حقوقك كتاجر عليه الصلاة والسلام، وأيضا القرآن بين لك حقوقك كمستهلك وبين لك حقوقك كتاجر، إنما القوانين الوضعية إحنا فيها عمي، ما بنفهمش أي حاجة في أي حاجة، ولا نعرف نجيب حقوقنا إزاي، ولا نعرف إيه حق البائع، ولا إيه حق المستهلك، ولا إيه حق التاجر، ولا أي حاجة، مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، ممشيينها كده بالبركة. إنما في الشريعة لا، دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مالية الدنيا ومالية الكتب ومالية يعني جميع المواقع بتاعت التواصل. خش كده وشوف في أحكام البيوع هل العبارة دي تجوز ولا لا. طيب، أولا النبي عليه الصلاة والسلام كفلك أنت حقوقك كراجل بتشتري إزاي؟ إن هو حط لك مبدأ إنك أنت ممكن ترجع البضاعة اللي اشتريتها أو السلعة اللي اشتريتها إذا كان فيها عيب، إذا كان اتضحك عليك، إذا كنت اشتريتها وهي في كرتونة وما شفتهاش، وبعد ما خدتها بكرتونتها وروحت لقيتها بايظة أو لقيت فيها مشاكل، يجوز ليك إنك أنت ترجع هذه السلعة أو هذه البضاعة. إنما عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل دي بتهدم حقك أنت، بتبطل حقك أنت كراجل مشتري، بحيث إن أنت لو اشتريت سلعة أو بضاعة وبايظة بناء على العبارة دي مش من حقك ترجع السلعة أو البضاعة اللي أنت اشتريتها. في الإسلام بقى الكلام ده غلط، يبقى العبارة دي، العبارة اللي هي مكتوبة أو بتكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، غلط، عبارة مضادة لشريعة رب العالمين، عبارة بتحل حرام وتحرم حلال. خلاص كده، بتحل حرام اللي هو ايه؟ الغش والخديعة. طيب، بتحرم حلال اللي هو ايه؟ حقك في رد السلعة المبيعة. هو ده الإسلام. بص بيعرفك بسهولة ازاي؟ العملية سهلة. عندنا كم حق؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ان انت ممكن من خلاله او لو ظهر في البضاعة ترجع هذه البضاعة. عندي حق ساعة المجلس اللي هو اسمه خيار المجلس. يعني ايه خيار المجلس؟ يعني ايه كلمة خيار دي؟ كلمة خيار دي معناها انك انت مخير ما بين انك انت تمشي البيعة او ترجعها، ممكن تقبل البيعة على عيوبها وممكن ترجعها، واخد بالك انت؟ طيب، يبقى حق اسمه خيار المجلس، وحق اسمه خيار الشرط اللي هو ايه؟ انك انت بتاخد المنتج وتاخد عليه ضمان 10 سنين، 5 سنين، شهر، شهرين، ده اسمه خيار الشرط اللي هو مشترط انك انت في خلال ال10 سنين دول او ال5 سنين لو ظهر عيب يجوز ان انت ترجعها وما تغرمش اي شيء، ده شرط محطوط اسمه خيار الشرط. الشريعة كفلته؟ الشريعة كفلته. يعني لما تروح تشتري مرتبة الضمان بتاعها 10 سنين ده امر شرعي؟ طبعا امر شرعي. لما تروح تشتري تلاجة او غسالة والضمان بتاعها 5 سنين ده مظبوط؟ طبعا مظبوط. ده اسمه ايه في الشرع؟ اسمه خيار الشرط. في شرط بينك وما بين التاجر انك انت في خلال ال5 سنين بتاخد ضمان على السلعة 5 سنين، في خلال ال5 سنين لو ظهرت عيوب مش بتاعتك، بتاعت صاحب السلعة او بتاعت التاجر او بتاعت المصنع، بشرط ان ما يكونش العيوب دي انت المتسبب فيها، تكون عيوب صناعة. مثلا لما بتيجي تشتري موتور مية،
لو هو موتور ايطالي بتاخد عليه ضمان 8 اشهر، يقول لك ضد عيوب الصناعه. انما افرض انت اشتريت الموتور ده وقع اتكسر منك، انت هتلزم الشركه او المحل او التاجر ازاي بتصليح الكسر ده؟ لا، يبقى مش بتاعك، مش بتاعت التاجر، ما هو ده من الحقوق اللي الشريعه كفلتها. يبقى الحقوق اللي الشريعه كفلتها انك انت بتاخد ضمان ضد عيوب الصناعه، انما ضد اهمالك انت لا، ما ينفعش. هنا الشريعه كفلت الحق للتاجر، واخد بال حضرتك؟ علشان بس تبقى فاهم، دي شريعه، دي شريعه. طيب لما تيجي تشتري حاجه وواحد باعها لك كده وقال لك يا عم دي الحاجه دي تمام، دي حاجه مظبوطه ما فيش فيها اي مشاكل، ولما خدتها وعشان تستعملها لقيتها مليانه عيوب او فيها عيب صعب ان هو يتصلح، او فيها عيب يعوق الحركه الاصليه بتاعتها او الـ الشغل الاصلي بتاعها، اسمه خيار العيب، ان انا ارجعها عشان فيها عيب. انت بعت لي الحاجه وما فيش فيها عيب بس طلع فيها عيوب، تمام، ترجعها. في حاجه اسمها عندي خيار الرؤيه، ان انا لو اشتريت تليفون في كرتونه وما فتحتوش وما قلبتوش وخدته بعضي، خدت بعضي وهو قال لك يا عم لا ده تمام واشتري ما فيش اي مشاكل فيه، خدت بعضي لما روحت البيت وبفتح التليفون جيت بشغله ما لقيته بايظ، او لقيت فيه عيوب، او لقيت فيه نغمشه في الكاميرا، او لقيت السماعه فيها مش عارف ايه، كل ده وارد. ده انا ما شفتوش وانت ما اديتنيش فرصه ان انا اشوفه، هروح مرجعه لك، اسمه ده خيار الرؤيه. يبقى كلمه البضاعه المباعه لا ترد ولا تستبدل دي بضاعه، دي عباره غلط وخطا مش بتاعت الشريعه بتاعتنا، لازم تفهم ده كويس. اوعى لو انت تاجر او انت بتبيع شيء تحط عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، لأن العبارة دي غلط مخالفة لشريعة الله، بل أي بضاعة فيها غش أو فيها خديعة أو معيبة تستبدل وتسترجع. السلام عليكم.